ومرحبا لأحلى متابعين عندي إياهم. وكيف شايفين اليوم أنا ببلو دايموند أوتيل بفجيرة وجاي لأصور أول حلقة من برنامج الجديد. سوري برنامج مين حضرتك؟ إيه الضيفة شرفنا. عفوا أنا الضيفة؟ أنا المذيعة أو أنا الضيفة؟ أيوة. ضحكوا علي قالوا لي عندي برنامج جديد. لا هما جابوكي من الصحراء. من الصحراء جابوكي غلط. بدي أديك الصحراء جابوكي لعندي. كيفك يا بيبي؟ أنا كتير منيحة. متحمسة كتير كتير كتير. هتطبخ لنا النهاردة أكلة كويسة؟ شكرا. أنا بالطبخ كتير بروفيشنال. تعالي نشوف. تعرف على البرنامج ونشوف. يلا بينا. أنت الشيف في أربع مراحل. المرحلة الأولى هي التعرف على المكون الأساسي اللي بيكون مختاره الشيف من قبل. أما المرحلة الثانية هي الذهاب لمخزن أنت الشيف واختيار باقي المكونات لعمل الطبخة. والمرحلة الثالثة هي الطبخة نفسها. المرحلة الرابعة هي مقابلة الحكام لتقييم الصحن. يا أهلا بنتالي، إزيك؟ متحمسة. أنت أصلا بتطبخي في العادي ولا مستحيل؟ أنا إيه كتير بطبخ. لا أي مرة واحدة طبخت وحرقت البيت يعني. كتير بطبخ كتير. يعني كتير بروفيشنال. كانت إيه الطبخة اللي اتحرقت؟ مجدرة. كانت أول يعني اللي هي أسهل حاجة في الوجود هي إنه اللي هي رز وعدس كتير. رز وعدس تحطوا على بعض وخليطة يعني ورز وولعت. لكي تعرفي ليه؟ لأنه البصل لازم تنطري وقت عليه عشان يتحمر. يتحمر. أنا شو عملت؟ تحمر صار أسود ولعت الصينية ولعت المطبخ. إلا بعدين قلت في شيء. ربنا يستر على المطبخ. أنت الشيف. طيب يا ستي، دي مرحلة المكون الأساسي. هنا في مكون حطولك الشيف عشان تستخدميه في الأكل. أوكي. بس قبل ما نستخدمه لازم نلبس مريالة أنت الشيف. ايه طبعا. فخلينا نلبس المريالة الأول وبعدين نشوف المكون. هتعرفي تلبسيها؟ حتى المريالة. فحبيبتي عم انا جايالك. انا جايالك بروفيشنال. تعالي يا بيبي. ايوه كده اهو. شفت حبيبي عم بقول لك هعمل لكم اطيب طبخه. ايوه انا اهو كده اهو وربطيها زي بقى كده اهو. شفتي الموضوع كتير. يوم الماما هتكون كتير فخوره فيه. ماما هتنبسط النهارده. يعني هتقول لي يا منى برافو عليكي شطوره. جاهزه بيبي؟ يلا. ايه رايك في المرياله؟ حاجه اورجينال خالص. حلوه كتير. لازم نعمل هيك ندخل شويه بينك زهر هيك انه يكون شويه ستايل. لا وجينز إيه وحركات. إيه إيه. لا لا يعني خلي بالك هيك على طول قدام هيك فوت على المطبخ كثير. طيب دلوقتي نشوف المكون. يلا يلا تصدق. الله يا سلام. سباكيتي. 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 اوكي جاهزه؟ هينا بسيطه سهله خفيفه ونظيفه. يلا بينا. يلا بينا. هاخدك دلوقتي بقى على ستور انت الشيف. اوكي هناك هشرح لك اللي هيتم. اتفضل ناتالي. وصلنا المخزن انت الشيف. معاكي دقيقه واحده بس تاخدي السله الحلوه دي وتجمعي بقيه الاغراض اللي هتطبخي بيها. حوش الطبخه يعني. هتطلع الطبخه. فجاهزه نبدا؟ يلا 1 2 3 بسرعه 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 يا ناتالي. بسرعه بسرعه بسرعه. قولي يعني ايه ناتالي؟ ليكي تعبينه تعبينه. شو بدي اخذ معي؟ ما بعرف. جنزبيل. جنزبيل مع باستا. يا ما تشوفي شكل خاص. اوكي يلا يلا. لا شو بعد شو بعد. يلا يلا يلا. طب ايه دلعك عشان ادلعك؟ نوني ليكي هذا وين بدي شو مني مش عم بقشع. الشطه الشطه الشطه. وين تنسيش الشطه؟ وين الشطه؟ مش عم بقشع عادي كله. ما بعرف حضرتك ما بعرف شو عم باخذ. الطماطم حلو. الطماطم وفي جنب الكرز. كتير حلوه دي. عندك كرز كمان؟ لا ده نعنع. ده هتاخدي نعنع. ما لا الكرز اللي جنبه ممكن تستخدمه. بضحك عليها وبتسلم. اوكي ساعديني يا منى. بقى بدي توم وبدي كتير قصص. مالك ما في قصص. طيب لحظه لحظه لحظه. لا بساعدك. يلا ها. اوكي خديها. وملح.
اوكي و... جبتي ايه كمان؟ ايه كمان ناقصك؟ ناقصني صوص. هيدي بدي هيدي وبدي طيب ده انا بشربهولك. هيدي كمان. هيدي شو؟ هيدي عم ايه كمان؟ ايه كمان؟ ليكي شو قوي هيدي 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 عمي نعوزة هيدي ما بعرف اذا جبتها ولا ما جبتها. ما لا جبتها هيدي. ممتاز. الدقيقة خلصت. هيدي 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 يا لهوي. انت انت يعني راح تعملي شوبينج انت مش واحد ده كله. لا شوفي قلت لك حفرجيكي ملا طبخه حعملها. خلاص احنا جاهزين يلا بينا على المطبخ. ناقصني كثير قصص بعد بجد ولا لا؟ مخزن خلص. يلا تفضلي على المطبخ. انا جبت لك ناتالي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت انت سارقه المحل. انت مش شاريه وحاسه مش جايبه شيء معي صراحه. حاسه في كتير قصص ما يعني بعد ده كله انت مش جايبه حاجه. طب تعالي نشوف حاجه حاجه. يلا ده كرز اعتقد. انت جايبه لي حياتك ما اكلت حبيبتي باستا مع كرز. طيب اوكي ده ايه؟ ما بعرف صراحة. كاستناء ماء. ايه كاستناء ماء ده؟ يعني انت مش عارفة ده ايه اصلا صح؟ كاستنا اللي احنا بنشويها بتهرجي. هأطيب شي مع الباستا. خشوف يعني خشوف. ارض شوكة. بس هيدي ارض شوكة شي ملح. اوكي ماشي. مع بندورة يمكن. خس طبعا اكيد. خس وجنجر. فلفل اوكي. بصل بنعرف بصل. اكيد ليمون وليمون تاني وتوم. وتوم وخس وكوسه وجزر ورمان مع باستا بيبقى واو. ولا اطيب. وهذا الشيء نتنين النهارده جعانه قوي والنبي نفسي اكل. بليز هتاكلي عن جد. انا كده اروح المستشفى. ده ايه ده اللي انت شايلتهوني بقى؟ خرشوف برضو تاني. هذا كمان حملت كيه مرتين. ده نوعين. جايبه نوعين خرشوف. اوكي طبعا واحد مع بندوره واحد بلا بندوره. وده ده قولي فهمته يعني اللي هو بعتقد طماطم. ايه هذا الصوص. هذا اهم شيء بالباستا. طيب بصي يعني انا في الفقره دي في العادي بدي الضيوف دقيقه واحده بس اساعدهم. بس انت النهارده انا لازم اساعدك. لازم نجيب خمسه. انت عندك ثلاث وسائل مساعده في الفقره. أوكي. دي اول وسيله انك ممكن تستعيني بيا لمده دقيقه. ثاني وسيله ممكن تعملي تليفون لماما تقول لها ماما اعمل ايه في المصيبه اللي انا علنا. ثالث وسيله انك تستعيني بجمهورك. أوكي. تعملي سناب تفتحي اللايف وات ايفر. جاهزه؟ يلا بينا. شو بدنا نبلش؟ اول حاجه لازم نلبس جلوفز. بس بجد انا النهارده كتير جعانه حبيبي. ما بنصحك صح يعني اطلب دليفري اسهل صراحه. اول حاجه انا حطيت لك هنا الباستا تغلي. اوكي طب بشوف بلاش هنبدا بايه ولا بايه؟ دخلك ما جبنا بندوره ولا مخص. ما كان بدنا بندور. انا مش جايبه بندوره. معانا الصلصه بتاعتها هيك. بس هيك. طب بنبلش بالخس ولا لا؟ اوكي تعملي بيه. تعملي بيه ايه الخس؟ ما هي ليكي بنعمل سلاد مع الباستا. اوكي هتعملي السلاد على جنب. ايه طبعا. اوكي طب يلا ابدأي بالسلاد. وبدنا ابيتايزر. اوكي يا سلام. انا حبيت اقلدش ابيتايزر. سلاد بيرجع المندش. طب يعني انا بس على بالي ادوق ده. هذا الابيتايزر وريحته مش مشوقة. بس خلينا ندوق باستا مع كرز. بس كتير طيبة ساعات عن جد باستا مع كرز. طيبة جدا. اوفر طيبة. ده عن جد طيبة. خطيرة. انت يمكن ما بتحب الكرز. يلا مش مشكلة. هاتي انا هلغي المنتج ده من الحاجة ولا محتاجة. اوكي بركي عزنام. خلينا نبلش اول شيء بهدش. بلشي ارجوكي بسرعة. ارجوكي بلشي. بس شو هذا؟ ده كتير كبير هيك بي... نعلش هما اظن هيك. يلا طب استخدمي اي وسيلة مساعدة ارجوكي. اذا بدك بتحبي تساعديني فقي لي طول. حاضر. يلا انا بلش. بدأت وسيلة المساعدة. شوفي شو شاطرة انا. ها اعمل لك واحدة بس صح؟ لان ده كتير كتير. توم ايه بس حباية واحدة. طب تعالي نتكلم عنك انت بقى شوية واحنا بنشتغل كده. تعملي ايه بقى انت في حياتك كده ودنيتك؟ احكي لنا عنك شوية.
عن حياتي عن حياتي. ناتالي مقبل، ناتالي العالم هون تعودت علي اول شيء شوفوني كمخرجه بصور كليبات ودعايات. رجعت انتقلت من بعدها اقدم برامج وبرنامجي كان كثير عن جد اخوات يعني بيمثل شخصيتي اسمه سائقات الصحراء. كنت بشوفه كثير حلو. تروحوا الصحراء انت والبنات ويعيني يتوهوا في الصحراء المساكين ودوروا لي على الاعلام ودوروا لي على البتنجان اللي ضايع. ليكي بتعرفي؟ لا عن جد ما شاء الله الصبايا كان كلهم قبضيات يعني قد اهلك ولا عمل ايه؟ مين؟ دي توم. هاتي شو بدنا نعمل فيها لحظة شوي هلا توم كرمال شو توم؟ ايه من ده؟ انت قلتي لي فصصي توم. ليك ايه بلا بلا اعملي لي شي ثلاث حبات. ثلاثة بس؟ اوكي. صح؟ هاتي يا بيبي. ولا اعمليهم كلهم، ما إذا بقي بنعمل سلطة فيها. والله؟ ايه؟ حاضر. ساعتها إذا ما مش للباستا بنعمل أنا النهاردة هلغي فقرة التحكيم، أنا مش هحكم لا. نحن البنات لازم نصف مع بعض. ده بيكفيكي ولا اعمل لك توم كمان؟ لا لا بعد. بعد؟ اوكي. بعد انا بحب هيك الاكل تكون معبية. بس انا شفت لك كم فيديو انت بتمثلي كمان. ايه لا من بعدها انتقلت للتمثيل، بلشت تمثيل مسلسل اسمه البيت الابيض العاصي. حلو. بس تكلمي فيه لبناني. ايه 100% لبناني والعالم كرهتني لانه كان دوري شريره صاحبه مافيا انا. اوه ماي جاد. والعالم تكرهني لانه كيف كنت عم بضحك على خطيبه. صدقوا انا بالحياه عن جد هيك يقول شريره دلوقتي وانت قاعده. شوف انا شو بريئه. بس طب جربتي تغني طريقه؟ الحمد لله هالوحيد اللي بعد ناقصتني غني. لا لا انا يعني ما بتعرفيش تغني مثلا اغنيه كده عشان خاطري؟ انا منوشه حبيبتك صوتي. أيوة. يعني يمكن تقولي لي اوكي بتفضل اكل من هاي الطبخه الليله ولا اسمع صوتك الجميل؟ اسمع. اسمع. حرام بعتذر. حرام العالم المشاهد شو ذنبه المشاهد؟ بعتذر منك لو سمحت ناتالي بعد اذنك اسمع تفضلي المايك معك اهو. ايه لك شو حلو. مايك طبعا. يلا غني لي اغنيه. ليه يا حبيبتي ليه حرام المشاهد؟ انا بس كرمال المشاهد يعني حرام. قولي لي ايه كمان اعمله لك؟ خلصت لك التوم ما شاء الله عليك شو سريعه. طيب ليك خلصنا شو بعد بدنا غير شيء للباستا؟ اعتقد ليك خلينا هلا نحط بندوره. لا اعتقد انهم يعني بيحطوا زيت الاول حبيبتي اعتقد يعني. كنت عايزه تكلمي ماما اعتقد بس حتفضحنا حتجرسنا. لا لا صدقيني هاتي تليفونك سجلها. ايه مامي في مامي دي مامي اوكي. يا الله ماما بليز ما تفضحيني. شو الو مرحبا يا سنت. ايه هاي ماما. هاي عيوني. كيفك حبيبه؟ انا اشتقت لك كثير ماما. انا بحبك كثير. ايه ما تفضحينا. سنت معاكي منى شعبان من برنامج انت الشيف. نعم ناتالي. شو بدكم؟ ناتالي مشتركه معانا في البرنامج وبتعمل النهارده اكله هي هتكلمك دلوقتي معاكم دقيقه واحده بس يا طنط تساعدوا بعض فيها. اوكي دقيقه واحده. يس شفتي معقوله ظلم. يلا معاك اهو اتفضل. اوكي مامي انا بدي اطبخ باستا سباجيتي شو لازم حط معه؟ هلا سلقت السباجيتي بس شو لازم حط معه؟ جبت بندوره وارديشوكه وفلفل وبصل كل حاجه مالهاش علاقه بال ولا شو بدك تعملي؟ بلحمه بلا لحمه؟ لا لا ما في لحمه بلا لحمه. شو مفروض حط معه؟ بصل اوكي بندوره معلقه زرب البندوره فليفله اوكي عملنا. ثوم بحاجه ولا لا؟ جزر. دي خلصت يا طن. لا لا بقى ما خلصت. جزر. جزر كوسة رمان. رمان مع الباستا ازاي يا طن؟ رمان. ايه ما قلت لها ماما انا لمنة قالت لي حتى رمان. قلت لك انا صح وشو غير؟ شفت حبيبتي ما بحط رمان مع الباستا. طبعا طبعا. صح. طب وارضي شوكي و الدقيقة خلصت يا ناتالي خلاص. خلاص يا طنط يعطيك العافية. صح ماما أنا كثير شاطرة. أنا لكن ماما الخس ما خس الباستا بالخس. إيه ماما الخس ما خسه بالباستا أبدا. ألو ماما شفتي الإرسال؟ يلا
ثانك يو. لا طنط ساعدتنا كتير الصراحه عن جد. ها انا حطيت لك البصل زي ما طنط قالت وهو كمان معاه الثوم. بصل ما في غير هيدا وهذا الثوم انت بس جبتيها وهيدا الفلفل. طيب ممكن اخد الفلفل انت قطعتيه ده كده يلا ها حطه كمان. اوكي خلينا نحطهم كلهم لشهر. اوكي يا لهوي كل ده فلفل كله ها لانه الفلفل بيعطي كتير نكهه حلوه. بعد في جزر. اوكي بس الجزر لازم لا 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 خليه احسن للسلطه اعتقد. لا بيطلع طيبه. ولا انت شوفي شو رح اعملها شيء كتير صغير. انا انت مسؤوليتك خلاص يعني هيك هيك اكلينا اكلينا بل ولا لا فكرك يعني. طب قولي لي فزوره. شو بدي اقول؟ فزوره حزوره. حذريني حزوره. لا خليكي على الغنى. شو عبالك تسمعي؟ سمعيني حاجه لبوديع مثلا. ايه هي كثير بحبها. كلام الناس لا بيقدم ابدا ولا ياخر. يا سلام كلام الناس. مع كامل الاعتذار لبوديع عايزين اديك الصحه. احنا اسفين طبعا. بس انا بتعرفي اللي اخترت هذه الاغنيه لانه كثير بتاثر فيه وهذه فعلا بالحياه انه انا اخر همه شو بيحكوا العالم وهيك واللي بيهتم لحكي العالم بيعيش حياته كثير بشعه. برافو عليك. سو هبنا نعطيها عن جد رساله لكل حدا ما يتاثر بحكي العالم انه حلو كل انسان يعرف هو حاله شو هو ومين وكيف وما يتاثر لانه عن جد العالم بس هدفها انه تدمر. كفايه جزر. كفايه ابوس ايدك. ابوس ايدك. كفايه جزر. هذه ميه. صدقيني حتاكلي اطيب باستا بحياتك مش اكلتيها. اوكي يعني مش حاسه ان انت بتوعديني بس كفايه طماطم. يا لهوي. بس ممكن هالقد ماي ولا اكتر بعد؟ لا لا حطي شوي ميه. يا لهوي دي كلها طماطم. كترنا. بتعرف حبيبي زيدي زيدي ماي زيدي شوي ماي لانه كترنا شوي طماطم. ولا فتحتي انا بتعرفي ليه؟ لانه انا حسبت على الباستا اللي عاملين اهلك هلا صارت بتجنن. بتعرفي منين؟ انا صارت بتجنن من اي اتجاه. طب نحط ملح؟ وقعت المعلقه في هنجيبها ازاي؟ احسن ما اصطادي المعلقه. ايوه يلا هالمعلقه. المعلقه بصي الى الاحداث خلاص المسكينه. الله يرحم. شوفي يا من. طب بصي بقى هنا الفلفل. ايه كاتر هيك كترنا كثير طماطم. اهو اهو اهو. طب حربي معايا خذي. ليكي لازم نحط مي انا بحس بعد ولا لا؟ لا لا هي بس تاخد غلوه كده. نتلي ما تضربيش عليا. لا يا ربي مش عارفه. خلص بزياده 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 هالقد. اوكي ثانك يو. يا ربي انا بطلت جعانه. انا كنت جعانه انا مش عايزه اكل. انا نبهتك حبيبتي من الاول قلت لك يا منى روحي وادعي اهلك. لا لا خلاص خلاص. انا شايفه خلي بالك احنا خدنا وقت كتير جدا. ليكي بدنا نزيد هلا لازم نحط الباستا فوقه. ولا لا بلا لازم نخلطهم مع باستا. وشو اذا ما نزيد شويه مي؟ تفضلي انا معاكي للاخير لحد ما نروح المستشفى سوا. في مستشفى قريبه يعني منها. هحاول اخلي الشباب يطلبوا لي الاسعاف وقدم خليهم من لازم من هلا نقول لهم ليكي كثير كمان بدنا نكتر كثير باستا. لا 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 بده كثير. لازم حطي عشان خاطر تعوضي. حرام ايه لانه هون بدنا نطعمي كل اهل الفجيره كمان. كل اهل الفجيره بتطنجرت. يا ربي انا اول مره انا يمكن دي استغفر الله العظيم يا رب اوحش باستا. لا اجمل باستا انا شفتها في حياتي. ايه ده ايه الجمال ده يا نسالي. يا لهوي على ريح. خدي يا بيبي قلبي. ما انا خبرتك يا لهوي ما بيحطوا هالقد. قلت لا امبلا زيدي 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 فظيعه فظيعه. مش انا هاكل جزر. سدي خليك دغري. انت مش فيجيتيريان؟ كل خاص كل كوسه. اكرمني. طيب بتعرفي شو كنا اصلا ناقصها؟ لحمه. هي دي لا ناقصها دي ناقصها ايه؟ ناقصها دكتور محترف يجي يعالجنا. وهي اطيب باستا ممكن تاكليها بحياتك. في بيض نسيتي تحطيه. نعم باستا بالبيض فظيعه. دخلك ما حطينا ارديشوك وهيك بس ما بيأثر. مش هتحطي كرز؟ كرز رمان. رمان طنط قالت رمان. اوكي لا لا قالت لا. اوكي قالت انت اللي قلتها. قلت لك لا يا انا اللي جبتها. انا اللي جبتها من المخزن. قلت لك لا ما يصير. نتالي يلا خلصت. خلصت برافو. نجيب بقى الصحن.
اتفضلي. هنزيد مي اول كده؟ لا لا هنزيد مي ايه، خلاص احنا هنغرفها هنا خلاص. يلا اتفضلي حضرتك، اشيلك اساعدك اعمل لك حاجه. ايه كيف بدنا شكاني معنا؟ لا 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 استنى هي كده اهو. يلا نزلي. لا ما تتخنقيش مع الباستا ناتالي. يومي شامع يومي هي ريحه نهر الدغري هلا هي ريحه بس خلينا دغري. خلاص يا عيني دي باستا يعني. بصي طب تعالى من لها منظر كده. استني اشوف لك حتى حبق. انا بعرف حبق. ايه حبق هيك بنحط لها. لا هي عايزه لها حاجه خضراء يعني، مثلا ممكن نحط لها دي كده فوق. ذاتس ات. اتجه الى الحكام. يا رب يا رب يا رب. لك خلينا بعد نمسح دغري هون. خلاص مسحنا. على اللي نقوله انه عملنا شيء منيح بس ممتاز، بس يعني المطبخ احنا دمرناه مسكين. يلا بيبي يلا اتفضلي طبقك وعلى الحكام. يلا باي باي. يا اهلا مرحبا. بناتالي هلو. مرحبتين. جميل جدا. اطيب باستا ممكن تدوقوها. يا سلام يا سلام. ناتالي قبل ما نتعرف على الطبق بتاعك لازم اعرفك على الحكام الموجودين معانا اليوم. عرفينا بقى على صحنك. انا عملت لكم باستا واذا بتحب تتفضل تعطيني رايك. قبل ما ندوق الصحن خلينا نسال الحكام عن رايهم في البرزنتيشن للطبق، ونبدا مع شيف مهدي. ايه رايك؟ رايي في الطبق الكميه يعني كثيره شوي كثيره جدا. ما انا قصد قلنا ما اتفقت انه منع اساس بدنا نطعمي كل اهل الفجيره. انا عايزه اتاكد كل الفجيره من الصحن. ده رايك في البرزنتيشن. شكرا شيف. شيف ارون يو نيد تو امبروف ذا ريلي ان ذا برزنتيشن سكيلز بيكوز اتس لايك ا ماونتن اتس ميك مي ذا ماونتن. صحني اتذكر يا بنت صحني مش مفروض نزيد هالقد يعني. ماليش دعوه بقى، هو حر رايي ولا تاني. انا بعرف يعني انا كنت بدي احط شوي بس هي قالت لي لا لا لازم. طب خلينا ندوق ونحكم. اوكي اوكي يعني تفضل شيف جازف. اوكي بس ده ريحه حلوه. اتفضل شيف. تاخدش كتير خايف عليك. تاخدش كتير. يا سلام يا سلام. انا هاخد بصي من حلاوه الصحن انا هاخده كله اهو. صحتين عم بتحرق. انتوا قاعدين عم تاكلوا انا بتفرج عليكم. انت كويس تمام؟ ادي اوكي عايزه اقول الحق. اوكي خليني ادوق ثاني عشان اقول. والله بصي اوكي نبدا مع شيف باستا ممكن صح. خلينا نبدا مع شيف ارون. مش قادر يحكي. شيف ارون ايه رايك؟ I can give some tips for when you're cooking the pasta. Okay. Because when you're cooking the pasta only like 12 minutes maximum you will make the 12 minutes of cooking the pasta. Okay. Because I feel this will like cook more than 20 minutes. Yeah. You can see the pasta like big, very big. Yeah. Once you're cooking the more pasta, we cannot enjoy with the pasta. Okay. Thank you, Chef. Chef Mahdi, رأيك؟ أنا نفس الرأي Chef Arun. هو الطبخ بتاع الباستا overcook. يعني الطبخ الباستا دائما تبقى al dente. عشان تستمتع بالباستا. ما تبقاش مغلية كتير، ما تبقاش مستوية جدا. هي كل باستا عندها وقت يعني بتاع والسباجيتي. سباجيتي ماكسيموم 7 دقائق. 7 دقايق بس؟ أيه. احنا سبناها نص يوم. لا 7 دقايق. 7 حتى 8. بكيف اوكي. وايه كمان شوف؟ ويعني طعم الفلفل غالب على ال احنا حاطين 2.5 كيلو يعني تذوقت بس الفلفل. انت اكلت يعني اكلت فلفل بالباستا. ايوه. طيب انا رايي بقى يا بيبي كده 10/10. احلى باستا انا اكلتها في حياتي. شفتها يعني انت مش متخيله قد ايه. انا هنزل الوصفه دي على الانترنت.
طب ناتالي والله يعني يعطيك العافيه، بس خليني اخد بقى التقييم بتاعك من الشفايه. تديها كام شيف ارم؟ I can go 6. 6؟ طب والله شفتي الراجل حلو جدا. واو عنجد، واو ثانك يو، ثانك يو عنجد. مش مصدقه انا مسكينه. ايه طب نعطيني احنا في تانيين، خلينا نشوف شوف مهدي. اوكي 5 معنا نحكي بالبعض. عرب ما لا لا شوف مهدي في الاكل ما بيعرفش حد، ما في واسطه. اوكي ابدا. انا يا بيبي طبعا انت حبيبه قلبي يعني، بصي هديكي سامحوني ايها المشرف 10 من 10 بيرفكت يعني مور ذان بيرفكت. انت لا تتخيلي قد ايه جميله. تسمحي لي طبعا اخد الطبق ده عشان ما حدش يتاذي منه. انا لك عشان ما حدش ياكل بعد كده. محتاجه حبايبتي هتاخديه معاك على طبعا اوفر حلو يعني. هي عم بتقول لكم هيك لما بدها تاكلوا كل 10 من 10 بيرفكت يعني. بصي حاجه خطيره. ناتالي نورتينا وشرفتينا، كانت حلقه جميله جدا معاكي وانبسطت معاكي. كنت متواجده معكم وعن جد شكرا على هالاكسبيرينس الحلوه يعني اللي خدتها. وبوعدك انه نيكست تايم حاعملكم اطيب باستا بروميس ان شاء الله. يلا باي باي. باي باي. صراحه انا الحكام كثير ظلموني انه بالنسبه لي هيك كان بدي شويه تشجيع. انا اول مره بطبخ، انا اول مره حرقتها، ثاني مره انه عملت باستا وكان بدي شويه تشجيع، بس اتس فاين. حبيت كثير انا فكره البروجرام، فكره كثير حلوه وهيك بتحمس كل واحد انه يطبخ ويجرب، اتليست اللي ما بيعرف انه يجرب يعمل شيء طبخه وهيك. انا كثير تحمست وبوعدكم ان شاء الله قريبا هيك بطبخ لكم طبخه وبحط لكم اياها على ماي سوشيال ميديا. معكم ناتالي مقبل، انطرونا بحلقه جديده وضيف جديد من برنامج انت الشيف.